انسان محترم خلوق. كل مرحله من مراحل التعليم بياخد شهاده تقدير من محافظ من المعهد اللي هو فيه، من المرحله التعليميه اللي هو فيه. انسان يعني ما حدش يقدر يقول فيه كلمه غلط، مجتهد، صوته حلو، كان يطلع حفلات، متفوق، يعني زي ما عاوز تقول يعني سيرته الذاتيه في بلدنا راجل محترم جدا، راجل حصل على ابتدائيه، على اعداديه، على ثانويه بتقدير 97.5%. راجل الصيدله بيجيب امتياز سنه، الفرقه الاولى امتياز، والفرقه الثانيه امتياز، والفرقه الثالثه امتياز. كان بيظهر في الدوار عندهم في عيلتهم، راجل بيظهر في المناسبات، بيقرا قران في العزاء في الفرح، راجل مقدم المسابقه. والله احساس جميل جدا، والبلد كلها كانت فرحانه، وكله اكيد نزل على النت، والفرحه بتاعتنا احنا مش اسم عبد الرحيم راض ان هو حصل على الجائزه. طبعا كان واجب علينا نستقبله الاستقبال ده واكتر من كده كمان. وما فيش شوائب، راجل ما يعرفش قهوه يقعد عليها، راجل ما بيدخنش، راجل ما بيقعدش مع حد، ما فيش حاجه تخلينا نشك فيه ان هو راجل مش ممكن يحصل عليها. ممكن يكون اتنصب عليه او والله ممكن اتنصب عليه ما اتنصبش عليه، ده احنا يعني ما مستنيين التحقيقات يعني. والكلام اللي احنا مش سي... مش مش قناه يعني، مش عايز اقول لك مش جهات سياديه ذات نفس، احنا ما عارفينش ايه اللي حصل لحد كل، بس الدنيا كلها تعرف ان هو طالع الاول على الجمهوريه، والاعلام شغال، المسابقه بقى لها اكتر من 7 شهور، فين الاعلام من ده كله؟ كانت تنزل على النت كل حاجه، فين الازهر من ده كله؟ يعني اشمعنا اليومين دول هي اللي طلعت ان الحكايه كده؟ عايزين نعرف مين. انا بقول كلمه شيخ الازهر، هو ممكن يكون يعرف التليفون عبد الرحيم خد الجائزه دي من ماليزيا ولا لا، ويطلع التلفزيون يريحني. في الكلام ده دوت كوم